طابت اوقاتكم مشاهدي الكرام أهلا بكم في استوديو صنعاء واليوم هناك ربما مستجدات في بعض الجبهات هناك تقدمات في, في صعدة وفي الحديدة اجتماع المراقب الأممي أو رئيس فريق المراقبة الأممية الجنرال الهولندي باتريك كامرت رئيس الفريق المكلف بالإشراف على تنفيذ إتفاق الحديدة اجتمع مع ممثلي الحكومه وميليشيا الحوثي في الحديده وبحث الاجتماع البرنامج الزمني لعمليه انسحاب الحوثيين من موانئ الحديده والصليف وراس عيسى خلال مده لا تتجاوز اربعه ايام. طرحت او فتحت العديد من الملفات واهمها طبعا الملف المتكامل عن تلاعب ميليشيا الحوثي ببيانات ووثائق قوات الشرطة والأمن في محافظة الحديدة وضم المئات من مسلحيها إلى قوام هذه القوات وغيرها طبعا من الاحتيال وسائل الاحتيال تعرفوا لا توجد خصومة بشرف عند الحوثيين يعني روحوا لبسوهم على أساس فقط لبس الشرطة الميري و يعني يضيفهم في كشوفات لكن في الاخير لن لن تعتمد هذه الكشوفات بكل تاكيد خصوصا فيما يتعلق بهذه الموانئ لانه آه هم يريدوا ان يكون لهم خط رجعه والمساله هي اذا لم تحل المساله سلميا ستحل عسكريا لن يكون هناك اي قبول بهذه الميليشيا على آه في الحديده او في اداره الحديده الا بما يخدم المصلحه العامه، يمكن هناك نوع من التوازن لا باس وستكون مرحله تمهيدا للتسويه السياسيه الشامله التي تضمن للجميع اختيار من يمثلهم، ليس لدينا مشكله اذا كان الناس يريدون اختيار ممثل لهم من هذه الميليشيا او من هذه العصابات، ذلك شانهم. لكن في الاخير لابد ان يكون ان يتوفر لدى الناس قدر كافي من الحريه لاختيار من يريدون وهذا طبعا ما تخف منه هذه الميليشيا لأنهم يعرفون انهم مكروهين من الناس جميعا لذلك يحاولوا ان يحتالوا على الجميع أه رحب بضيفي وكيل وزاره الاعلام استاذ عبد الباسط القاعدي وابدا معك النقاش استاذ عبد الباسط ولكن بعد فاصل قصير اهلا مجددا اذا واستاذ عبد الباسط نبدا من حيث انتهى الاخرون المشهد اليوم يبدو بعد وصول الجنرال باتريك الى الحديده هناك مرحله تبعث على التفاؤل لدى البعض والبعض لا يزال متشائما بالنظر الى التجارب المريره مع ميليشيا الحوثي في الاتفاقات اكثر من 80 اتفاقا كلها غدر بها الى اي صف تنتمي؟ اولا التحيه لك وللزملاء في استديو قناه اليمن اليوم، وايضا لمشاهدي القناه وجمهورها في كافه ربوع اليمن، ولكل من يقول لا للميليشيات الحوثيه، دعنا نتفائل، يعني انا اقف الى جوار المتفائلين رغم ان الحوثي تاريخه في نقض الاتفاقات كما قلت تاريخ غير مشرف و يعني لا لا يقبل باي اتفاق الا ليكسب مزيدا من الوقت لتمرير لعبه هنا او خيانه هناك لكن اجمالا دعنا نكون متفائلين ونتمنى يعني ان ينسحب الحوثي من الحديده ومن الثلاثه الموانئ وفقا لاتفاق السويد ايضا يعني ربما ان هذه المره الوضع مختلف خاصه ان الحوثي اصبح يعني في مربع المهزوم في بالنسبه للحديده والفضل يعود للقوات المرابطه على مشارف ميناء الحديده التي كانت على مسافه 2 كيلومتر ونصف تقريبا ولولا هذه القوه لما رضخ الحوثي هو يعني انسحاب يحاول الحوثي من خلاله ان يحفظ ماء وجهه وان يقدم نفسه باعتباره طرف يقبل بالسلام لكن دعنا نكون متفائلين هذه المره. يعني نتمنى انه تكون هناك ضغوط حقيقيه او تكون لدى المجتمع الدولي ضمانات حقيقيه لانه هذه العصابه لا عهد لها ولا ميثاق ربما من خلال تجارب السابقة كل من تحالف معها هي هي تعاملت مع الحلفاء والخصوم تقريبا بنفس الآلية غدرت بالجميع هي لديها أجندة تنفذها ليست صاحبة فكر أو لكن هي حتى الفكر مدسوس وحتى ما تنفذه هو فقط عملية توجيهات دعنا إذن نتفائل بالسنة القادمة معك وهل تتوقع انه خلال اربع الايام القادمه انه تنفذ هذه الاجراءات وتسحب الميليشيا من الموانئ الثلاثه أربعة ايام وقت قصير جدا ودعنا ننتظر لكن اجمالا وفقا لاتفاق السويد الـ الـ الانسحابات هي على فترتين يعني 14 يوم المرحله الاولى الانسحاب او اعاده الانتشار كما سماها الاتفاق من مدينه الحديده وفتح طريق صنعاء لمرور البضائع الى المدن اليمنيه والانتشار الاخر او اعاده الانسحاب من خارج مدينه الحديده 14 و21 اليوم طبعا تابعنا اللقاء الذي عقده باتريك مع الفريقين الفريق الحكومي وفريق الميليشيات الايام القليله القادمه ستكشف مدى مصداقيه التزام الحوثي بتنفيذ الاتفاق رغم ان الحوثي طبعا منذ التوقيع على الاتفاق السويد كان له تفسيرات مغايره لما هو معلن او او تفسيرات تشبع رغبه الحوثي في انه يعني خرج منتصرا من اتفاق السويد او انه يريد ان يقدم نفسه لانصاره واتباعه ان هذا الاتفاق لصالح ميليشيات الحوثي لكن يعني نحن نفهم الاتفاق انه حتى النص نص الاتفاق انه ملزم يعني او او مضبوط بالقانون اليمني القانون اليمني الذي لا يمنح اي ميليشياء اصدار القرار او التعيين في اي سلطه اداريه سواء <applause> سلطه يعني او اداريه عندنا القانون اول حاجه الحوثي ينسحب من البلد وتسقط سلطته على البلد ومن ثم يكون هناك حديث وفقا للقانون اليمني وفقا للقانون اليمني الحوثي متمرد صحيح. قوة متمردة لكن اجمالا هو حاول ان يفسر القانون بما يعني بما يشبع رغبات ربما انصار الذين شعروا انهم خذلوا من الوفد المشاور للحوثي خاصه وانت تعرف يعني ان الحوثي منذ اللحظه الاولى هو يعلن انه يعني يحارب امريكا واسرائيل م. والعدوان الصهيو بريطان امريكي وفي الأخير يقبل بالجنرال باتريك الذي يعود لأصول يهودية، طبعا لا مشكلة لدينا مع الجنرال باتريك على الإطلاق، لكن بمنطق الحوثي هو الآن يقبل أن يسلم سلطة كانت بيده لشخص كان يعلم منذ اللحظة الأولى أن يحارب هذا الشخص أو أو هذه الجهة التي ينتمي إليها هذا الشخص، رغم أن الحوثي طبعا في في في, في, في مشاورات الكويت يعني عندما طرحت مسألة إعادة فتح مطار صنعاء باعتباره مطار داخلي ويكون التفتيش في مطار عدن طبعا رفض وطرح أنه يكون التفتيش في مطار بيشة ثم أيضا عاد مرة أخرى وقال يكون التفتيش في مطار عدن عبر الأمم المتحدة قبل الوفد المفاوض لكنه أيضا رفض وعلى هذا المنوال كثير من القضايا التي طُرحت بما فيها قضية البنك المركزي وكان الحوثي طبعاً يشغلنا أيضاً ويعني بحرصه على إعادة صرف المرتبات لكنه كان حريصاً أن يتم نقل البنك المركزي من عدن إلى الأردن آه و و وتسليمه للاشراف الامم المتحده ويرفض ان يتسلمه اي طرف يمني مم. الحوثي مع مشكله مع اليمنيين درجه رئيسيه لا توجد مشكله مع الحوثي لا مع امريكا ولا مع اسرائيل ولا مع المجتمع الدولي ولا مع المجتمع الاقليمي ومشكلته فقط مع اليمنيين وبالتالي يرفض أن يكون للأطراف اليمنية حضور في أي ملف من الملفات بينما عنده استعداد يسلمها للشيطان الأزرق إذا إذا عن أي سيادة يتحدث؟ أكبر كذبة يعني يسوقها الحوثي هي مسألة السيادة الحوثي يعني باع الجمل بما حمل يعني خلال الفترة الماضية هو أصلا ذراع إيرانية ويشتغل بالقطعة إنجاز التعبير يعني للحاق الأذى باليمنيين أولا وأيضا لإلحاق الأذى بجيران اليمن وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية لكنه إجمالا يعني هو يرفع الشعارات هذه يعني نستطيع القول أنه يسوق نفسه من خلالها للضحك على البسطاء من اليمنيين حتى يدفعهم في حروب العبثية واستخدمهم كجماجم للوصول إلى السلطة ليس إلا أما مسألة السيادة وكل القضايا التي يرفعها الحوثي والشعارات الرنانة هي إنجاز التعبير تقية إنجاز التعبير هي التقية وهي جزء من سلوك الحوثي إجمالاً بل هي جزء من دينه يعني يتعامل معها باعتبارها دين. نعم بالامس كان هناك تصريحات من أحد القيادات الحوثية بأنه أنه من الحديدة غير وارد ومن موانئ الحديدة غير وارد هل هي محاولة لجس النفض أم أم هي فقط هذه رسالة للقطيع التابعة لهذه الميليشيا؟ طبعا هي رساله للقطيع بالفعل لكن اجمالا الحوثي الحوثي سيصل الى صنعاء وسنصل الى صنعاء جميعا باذن الله وهو يعني سيردد انه لم ينسحب من الحديثه طبعا هؤلاء يعني كما قال الدكتور محمد جميح يعني عبارته الشهيره هؤلاء يكذبون كما يتنفسون لا مشكله معهم على الاطلاق في ترديد في ترديد الاكاذيب والترهات والضحك على الدقون ولذلك انت تتابع الان يعني حتى ناشطين محسوبين على الحوثي بداوا يتململوا يعني وبداوا يشعروا انهم يعني خدعوا وفي حديث حتى في ومو هناك الكثير من, من انسحبوا وانسلخوا عن وهناك نعم وهناك الكثير وكل يوم هناك انسحابات من 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 مربع الحوثي لان الناس يعني يعرفوا ان الحوثي جماعه ميليشاويه جماعه طائفيه عنصريه لا تقبل باليمنيين على الاطلاق وهي ايضا تسوق نفسها وتسوق مشروعها ولديها مشروع يعني مشروع ماضوي يعني مشروع انجاز التعبير عفى عليه الزمن ولا ولا يصلح لهذا القرن يعني قرن الحادي والعشرين يعني جماعه يعني خرجت من من غبار الجغرافيا والتاريخ وتريد ان تحشر اليمنيين كعبيد لتستخدمهم في 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 استعاده ارثها المزعوم التي يعني تدعي انها فقدته يعني في في ثوره 26 سبتمبر لا يمكن لهذه الجماعه على الاطلاق يعني هي 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 ليست للمستقبل وليست للحاضر هي ستنتهي وتاريخها يعني الان الاربع سنوات هذه الحوثيه قدمت لنفسها لليمنيين جماعه طائفيه لا تقبل باليمنيين وانما تستخدمهم فقط وبالتالي يعني كل يوم رصيد هذه الجماعه ينتهي و حتى لو لم يكن هناك تحالف ولا لم يكن هناك جيش وطني ستتشكل مقاومة من داخل هذه الجماعة لإسقاطها لأنها جماعة من خارج التاريخ. نعم. إذا تحذيرات من انهيار اتفاق الهدنة الذي تم توقيعه بين الأطراف في السويد الذي لم يجف حبره إلى الآن تم خرقه من ميليشيا الحوثي الإرهابية ب 138 حالة خرق مسجلة. تابع التقرير ومن ثم نعود على وقع الخروقات التي تنفذها ميليشيات الحوثي الإرهابية رأس رئيس فريق المراقبين الدوليين الجنرال الهولندي باتريك كامريت اجتماعا هو الأول بين ممثلين للحكومة والميليشيات في لجنة تنسيق عادة الانتشار المشتركة لوضع الجدول الزمني للانسحاب من ميناء الحديدة تنفيذا الاتفاق السويد الذي ينص على وجوب انسحاب قوات الطرفين من المدينة وميناء الاستراتيجية اتفاق السويد ينص ايضا علي التزام الحوثيين بالانسحاب من موانئ الحديده والصليف وراس عيسى قبل نهايه العام الجاري والانسحاب الكامل للطرفين من مدينه الحديده في موعد لا يتجاوز 7 يناير المقبل الوية العمالقه كشفت عن استمرار ميليشيات الحوثي خروقاتها لاتفاق وقف اطلاق النار بالحديده بقصفها لمنازل المواطنين بشكل عشوائي بمختلف انواع الاسلحه وخصوصا القرى الاهله بالسكان في شارع ال 50 وكيلو 16 واستهداف المواقع العسكريه في مدينه الحديده وضحيتها الشرقيه. القوات المسلحه أكدت أنها ما تزال ملتزمة بوقف العمليات العسكرية احتراما لما تم الاتفاق عليه في ستوكهولم بعد أن كانت قد شارفت على الوصول إلى ميناء الحديدة الاستراتيجية حرصا منها على سلامة المواطنين وتجنيب المدينة الدمار الذي كانت ستلحق المواجهات مع الميليشيات الحوثية التي تتحصن بالمواطنين المدنيين وتتخذ من منازلهم متارس وجعلهم دروعا بشرية بالإضافة إلى اتخاذ المباني الخاصة والمؤسسات العامة ثقنات عسكرية مراقبون يشككون في نجاح الهدنة وتحقيق أهدافها في ظل استمرار الخروقات الحوثية وتعنت قياداتها بعدم الخروج من ميناء الحديدة لتبقي الباب مفتوحا على كافة الاحتمالات اهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام من الاسئله الملحه استاذ عبد الباسط والتي يريد الناس ان اجابه واضحه غير قابله للتفسيرات والتاويلات ما هو دور الامم المتحده في هذا الاتفاق اتفاق السويد؟ وما هو دور الحكومه الشرعيه وما دور الميليشيا الحوثيه؟ طبعا هذا سؤال مهم جدا لانه فيه لغط حول هذا المفهوم خاصه في ظل التفسيرات التي تحاول ان تغالط الراي العام وخاصه يعني التفسيرات التي تسوقها يسوقها وفد الحوثيه الحوثي المفاوض وايضا يسوقها اعلام الحوثي. وفقا لاتفاق السويد طبعا الامم المتحده منوطه بامرين في 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 في, في, في الاتفاق الامر الاول هو الدور يعني انجاز التعبير تسميته الدور الإشرافي او التفتيش دور التفتيش وفقا الاتفاق الموقعه طبعا بين الامم المتحده وبين التحالف والشرعيه من من جهه اخرى وهو ما يعني يعرف باتفاقيه يونيفيم، ان الامم المتحده تقوم بدور التفتيش على البضائع التي تدخل الى ميناء الحديده لضمان عدم وجود اسلحه طبعا مهربه وهذا كان في السابق معمول به، لكن نصت الاتفاقيه على ان يكون للامم المتحده دور قيادي، والدور القيادي يتلخص في انها تقدم الدعم لاداره الموانئ الثلاثه التي هي ميناء الحديده والصليف وراس عيسى من اجل قيامها بدورها في اداره الموانع على اكمل وجه الامر الاخر الامم المتحده منوطه ايضا بدور الاخر وهو ما سمي باعاده الانتشار او ما يسمى بالانسحابات سواء كان الانسحاب من داخل مدينه الحديده وهو الذي يعني نص على الاتفاق خلال 14 يوم من بدء سريان الاتفاق والامر الاخر الانسحاب من خارج مدينه الحديده او اعاده الانتشار خارج مدينه الحديده ومحكوم بفتره زمنيه 21 يوم طبعا فيه لغط او فيه سوء فهم حول مساله من هي الجهه التي المخوله باداره المدينه، لان الحوثي يسوق للراي العام ان السلطات الحاليه التي عينها الحوثي هي المعنيه باداره مدينه الحديده وايضا هي المعنيه باداره الملف الامني والاداري وهي المعنيه باداره الموانئ الثلاث. طبعا الاتفاق، اتفاق السويد نص على ان الاداره، اداره سواء الموانئ أو إدارة مدينة الحديدة محكومة بالقانون اليمني والقانون اليمني كما نفهمه الحوثي في القانون اليمني هو جماعة ميليشاوية متمردة انقلبت على السلطة وبالتالي يصبح وجودها طارئ وغير قانوني سواء وجودها في موانئ الحديدة في الموانئ الثلاثة أو داخل ميناء الحديدة وبالتالي القانون اليمني هو الذي يمنح السلطة الشرعية المنتخبة حق تعيين الـ المحافظ وحق تعيين مدير الامن وحق تعيين اداره الموانئ الثلاثه وحق تعيين كافه السلطات سواء كانت بشقيها الاداري والامني، هذا هو مفهوم القانون اليمني وهو المفهوم الطبيعي والذي والواقعي بينما الحوثي يحاول يسوق المساله بانه سيظل هو داخل مفاصل الحديده وداخل اداره البنك المركزي وداخل اداره الملف الامني وايضا داخل وفي اداره الموارد الثلاثه م. هذا هو مفهوم الاتفاق اجمالا كما نصت عليه اتفاقيه السويد وكما يعني يفهمه المجتمع الدولي وايضا لا ننسى أن ايضا قرار مجلس الامن الذي يعني اكد ويدعم الاتفاق السويد نص على هذه المساله وتحدث عن طرفين هما الحكومه والحوثي الحكومه الشرعيه والحوثي الحكومه الشرعيه هي هي التي هي المخوله وفقا للقانون باداره كافه هذه الملفات هذه نقطه مهمه يجب ان يفهمها الراي العام اليمني لان هناك محاوله مغالطه من قبل اعلام الحوثي يعني بالامس هذا البدو عبد الملك العجي احد قادة الحوثيه قال ان الاتفاق لا يتضمن تسليم الميناء او خروج الحوثيين من الحديده يقتصر فقط حسب قوله على انسحاب القوات المسلحه من اطراف المدينه طبعا هذا يتنافى مع ما ذكرت تماما لا بالتاكيد هذا احد الحاضرين او احد اعضاء الوفد طبعا هذا يعني هو يعني هي يعني النوايا المبيته للانقلاب على الاتفاق تخرج من خلال الاحاديث مثل هؤلاء وطبعا حتى لو تابعت يعني تصريحات الوفد سواء الناطق باسم جماعه الحوثي محمد عبد السلام تفسيراتهم تاتي في هذا السياق لكن اجمالا الحوثي كيف يفهم القانون اليمني؟ انا اريد ان اوجه سؤال هذا هو خطاب كما تحدثنا سابقا هذا خطاب للداخل لقاطعه نعم. على الحوثيين الذين يعني استفزهم أن آه أنه, انه الجماعه سلموا يعني بطيب خاطر صحيح صحيح الامم المتحده وانت تعرف تعريف الامم المتحده في قاموس الحوثيين انها أداب من أدوات أمريكا صحيح شوف أنا أقول لك يعني الـ 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 قرار مجلس الأمن الذي يعني دعم اتفاق السويد نص على الحكومة الشرعية وعلى الحوثيين الحوثيين الآن الناس يتعاملون معه, معه باعتباره أمر واقع لكن القانون اليمني لا يمنح الحوثي أي الحق بل والقانون الدولي يعني موجب القانون اليمني والقانون الدولي الحوثي معرف كجماعة انقلابية أيضا القرار 2016 معرف الحوثي وفقا للقرار 22 -16 كجماعة انقلابية على فكرة ايضا انا اريد ان اقول امر مهم جدا الحوثي تسليمه باتفاق السويد او توقيعه على اتفاق السويد ويعني تقديم هذه التنازلات ليس يعني تعبير عن نوايا حقيقية او جنوح للسلام الشامل والعادل لا الحوثي سلم لانه يدرك انه ان لم يسلم عبر اتفاق السويد وعبر عالمية عمليه السلام فسيسلم بالطريقه الاخرى وهي عن طريق القوه والقوات والقوات الشرعي قوات الشرعيه آه لولا الضغط الذي احدثته هذه القوات آه منذ شهرين ووصولها الى على مسافه يعني كي 2 كيلو ونص من من ميناء الحديده لما سلم الحوثي ولما يعني خضع لاي اتفاق ولا يعني مارس سلوك المعهود في 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 التمرد وأيضا هو يعني يعتقد أنه أيضا يضحك على الناس ويعتقد أنه بإمكانه أن يلعب بعامل الوقت وأيضا يعني يعتقد أنه بإمكانه أن يلوي عنق النصوص ليحقق مكاسب من خلال اتفاق السويد لكن إجمالا نحن نفهم اتفاق السويد بأنه انسحاب كامل الحوثي من الثلاث الموانئ ومن مدينة الحديدة وتسليمها للسلطات الشرعية وفقا للقانون اليمني وإن لم يفعل الحوثي هذه وإن لم ينسحب الحوثي ويلتزم بالاتفاق بهذه الطريقة فالجيوش المرابطة على مشارف الحديدة ستدخل وستستلم المدينة والموانى وفي غضون أيام يعني أصبح الأمر يعني محسوم شبه محسوم هل هل يدرك الحوثيين ما معنى وصول قوات أممية إلى الحديدة وانتشارها أم أنه لا زال يعتقد أن المسألة نزهة أو مغامرة ستنتهي في غضون أيام أو شيء من هذا القبيل قوات أممية لا. طبعا لا لا حتى الاتفاق السويد طبعا لا, لا لم ينص على وجود قوات امميه، دور قيادي فقط م. اشرافي لكن لا, لا القانون لم ينص على وجود قوات امميه الاتفاق الاتفاق لا ينص الاتفاق لا ينص على وجود قوات امميه، لا توجد قوات حفظ سلام مراقبين مدنيين مراقبين فقط ودور اشرافي قيادي يعني تدريبي لاداره الموانئ وايضا اشراف على عمليه الانسحاب لكن لا توجد قوات أممية. نعم طيب الجنرال باتريك نحن نتحدث عن جنرال بات يعني عسكري ولو خبره في اداره الازمات تحدث ايضا عن خروقات مستمره من قبل ميليشيا الحوثيه نتحدث ايضا عن معطيات اخرى تتعلق بان اليمن دخلت تحت البند السابع تعرف منذ سنتين او اكثر ثلاث سنوات تقريبا آه هذا الكلام كله آه ألا, ألا, يوحي لك بأنه قد تضطر الأمم المتحدة إلى طلب قوات لتثبيت الأمن وتنفيذ الاتفاق طبعا الحوثي يدفع في هذا الاتجاه طبعا ولا مشكلة مع الحوثي في مسألة السيادة كما تكلمنا يعني في بداية الحلقة لكن إجمالا نحن نفهم هذا الاتفاق نحن في الحكومة اليمنية وأيضا الوفد الحكومة او وفد الشرعيه المفاوض نفهم الاتفاق ايضا طبعا لو تابعت انت الموقف الحكومه منذ اللحظه الاولى من بدء المشاورات كان هناك رفض لاي دور اممي يعني على حساب الشرعيه او ينتزع السياده من من الشرعيه في ميناء الحديدة وفي أي مكان آخر لا يمكن أن نقبل على الإطلاق بأي دور للأمم المتحدة ينتزع السيادة أو ينتقص أو يجتزع من السيادة اليمنية بينما الحوثي طبعا يبحث عن هذا الدور لأنه كما قلت لك في بداية البرنامج هو يبحث لتسليم كافة الملفات لأي طرف غير الطرف اليمني نحن طبعا قبلنا بوجود دور إشرافي قيادي للأمم المتحدة كما عرفته في البدايه وايضا كما نص عليه اتفاق السويد لكن لا يمكن من حيث المبدا ان نقبل باي دور لوجود قوات تكون على حساب الشرعيه وعلى حساب السياده اليمنيه ونحن على, ما على 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 مشارف مدينه الحديده بقواتنا ويعني ان لم يدعن الحوثي للاتفاق كما يفسره القانون اليمني والقانون الدولي يعني نحن سنكون في حل من امرنا والامر مقدور عليه وميسر والحوث يدرك هذه المساله اكثر من غيره واكثر من اي وقت مضى نعم هو طبعا لا مشكله دين يسلم البلد لأي لاي دوله لاي توجه, لأي توجه يعني امريكا واسرائيل للجني الازرق ما عنده مشكله يسلم لا امريكا واسرائيل لدرك. يسلمها لأمريكا نعم. واسرائيل ولا يسلمها لطرف معين على الاطلاق وحتى الاسم معين هو عنده مشكله يعني على على الاطلاق الحوثي معه مشكله مع اليمنيين باختصار نعم. وليس معه مشكله مع اي طرف اخر على الاطلاق اذا هي مشكلته في اليمنيين الان وهي مشكله ازليه على فكره هذه ليست مشكله وليست وليده اللحظه هي مشكله ازليه يعني وجود الحوثي هو يعني يعتقد انه اي حضور لليمنيين بكينونتهم بتاريخهم بنضالاتهم واستهدافه هي استهداف له بالتاكيد واستهداف لمشروعه لانه يعرف انه اصلا تركيبه خاطئه حاجه غلط الحوثي كله على بعضه نبته, حاجة نعم. نبتة شيطانيه حاجه غلط يعني ايش اقول يعني حاجه طارئه ايضا على لا, لا علاقه له باخلاق اليمنيين على الاطلاق ولا علاقه له باعرافهم ولا على, بي... على الاطلاق على الاطلاق هو أه. جاء ليقضي على الذات اليمنيه اجمالا يعني وجاء ليحول اليمن بلد التاريخ والحضارة يحولها إلى مصدر إزعاج وقلق للجيران وأيضاً يعني لإفساد حياة اليمنيين واليمنيين على مر التاريخ طبعاً اليمن بلد الحضارة بلد التاريخ دائماً يعني المشروع الذي الحوثي يعد الآن امتداد لهذا المشروع وهو معروف لدى اليمنيين كان عندما يأتي ويعني يتحكم أو يصل يحكم منطقة من اليمن يتحول إلى مصدر قلق وإزعاج لا. وشر قلق. لكل اليمنيين. معروفاً الحوثي ليس بتلك القوة ليس له تلك الشعبية التي يمكن الحديث عنها آه نعرف ما الذي جرى في السبعين وفي الستين نعرف هذه القصص كلها آه وقبلهم ملأوا الستين والسبعين تعرف يا عبد الباسط إنه آه هذه الميادين امتلأت. وحتى فاضت يعني نعم. ليست القصة هناك طرق لملء هذه صحيح. الميادين لكن عندما نتحدث عن أنه ليس بتلك الشعبية وهو يعني ليس أيضا بتلك القوة العسكرية وليس بالشجاعة وإحنا جربنا وشفنا في 2 ديسمبر والجميع شاهد ورأى بمعينهم ما أضعفهم وما أهونهم ايضا هذا الذي يدعون بانه آه قائد مقاتل ميداني، قبض عليه هذا ابو علي الحاكم، قبض عليه في مواجهات آه همدان، قبض عليه وتدخلت وساطة الإفراج عنه، كل جميع يعرف هذا الموقف يعني ليسوا بتلك القوة، هم فقط يصنعون هالة يصنعون هالة فقط حولهم، احنا ممكن نعطيكم حتى اسم القرية التي قبض عليه فيها وربطوه كمان. الحطاب؟ في قرية لا ليست قرية الحطام قرية حاز والسواد وبيت قفر هذه هذه القرى التي كانت الواجهة قبض عليه فيها وربط ربطوه ف... وفي 2014 وانتم هذا يعني فقط نذكر يعني لا يعملوا لانفسهم هاله فقط بالكذب والى اخر ذلك. اذا من اين ياتي القوي هذا من اين ياتي بهذه القوه؟ من اين ياتي بهذا العنتريات؟ هل اليس بضعف الصف المواجه له والاختلالات التي تحدث فيما بينهم والخلافات؟ طبعا في مساله الحشود يعني انا اكاد اجزم انني انا يعني كشخصيا عبد الباسط ولا انت عبد الولينج لو عدنا الان الى صنعاء وسمح لنا يعني في في هذا الظرف بأن نحشد الناس ضد الحوثي لخرج الصنعاء عن بكرة أبيها ضد الحوثي ولحشدنا أكثر مما يحشد الحوثي بقوته وبالترهيب والترغيب والوسائل التي نعرفها جميعا هذه مسألة محسومة يعني الحوثي طبعا أشوفه على فكرة يا أخي عبد الولي الآن الحديدة مدينة الحديدة عندما يعني سيخرج الحوثي من الحديدة أنا أؤكد لك أن الحديدة ستنتفض عن بكرة أبيها ضد الحوثي وستعلن انحيازها للشرعية قوة الحوثي فعلا يعني في أنه الصف الجمهوري وكل القوى الجمهورية الآن يعني الإنجاز يعني لا أقول أنها مفكفكة لكن ليست يعني في حالة يعني جيدة علينا جميعا كقوة جمهورية في المؤتمر الشعبي العام في التجمع من الإصلاح الاشتراكي الناصري في الشمال في الجنوب كل القوى الجمهورية والوطنية يجب عليها أن تدرك خطورة اللحظة التي نعيشها الآن الخطر بالنسبة لنا خطر وجودي خطر يتهدد ماضي وحاضر ومستقبل لمن وبالتالي علينا أن نتناسى كافة خلافاتنا وأن نصطف وهذه نقطة مهمة أنا أقولها عبر شاشة اليمن اليوم أن نصطف خلف الشرعية التي تمثل اليمنيين حتى وإن كان لدى البعض من القوى الجمهورية ومن الـ من الصف الجمهوري اي ملاحظات يجب ان نتناسى الماضي وان يعني نفتح صفحه جديده لان الحوثي لان خطر الحوثي يتهددنا جميعا ولن يوفر احد يعني وانت تعرف يعني كيف قدر الحوثي بحلفائه، كيف يعني قتل الحوثي الزعيم الذي كان في لحظه من اللحظات يعني قدم لهم يعني مساعده كبيره جدا، الحوثي لا يمكن ان يبقي على احد على الاطلاق هو يتربص بنا جميعا الفرصه هو يعد العدة للفتك بنا جميعا والحوثي أيضا على فكرة لا يهم للجمهورية ولا الثورة ولا الوحده ولا مستقبل اليمن ولا حاضرها وهو ايضا مستعد ان يحكم حتى مدينه يعني او قريه داخل صعده وبالتالي يعني مساله تفكيك اليمن عند الحوثي مساله وارده وتمزيقه مساله تمزيق يعني السلم الاجتماعي وتمزيق الصف الوطني يشتغل عليها طبعا بقوه وبالتالي علينا جميعا ان نستشعر هذا الخطر وان نقدم هذه المصلحه على ما سواها وبعدين خلافاتنا السياسيه بعد صحيح. بعد ما نقضي إيه على الحوثي إيه خلافات... نعرف كيف ندير خلافاتنا السياسيه نستطيع أن عبر صناديق الانتخابات نعم. عبر التنافس في البرامج نعم. السياسيه نعم. الى نعم. اخر ذلك نعم. لكن ما يجري الان هو وضع العصا في الدولاب هذه هذه كل... واحده من المشاكل ربما لا يدرك البعض انه بيأخر الحسب بيأخر موضوع عوده الناس الى بلادهم إلى منازلهم إنهاء مأساة شعب يعني يعاني ضائقة نعم. في العيش يعني أكثر من 18 مليون تحت خط الفقر هذه مشكلة كبيرة أكبر مجاعة الآن في العصر الحديث المهددة بها اليمن لا أحد يريد أن يدرك لا أحد يريد أن يفهم ما الذي يجري في في البلد هو فقط ربما البعض يحاول أن يطيل من أمد إقامته في الخارج هذه مشكلتهم يعني لا أعتقد إنه في أحد هناك شخص عاقل يمكن أن يتقبل وجود هذه الميليشيا ولو حتى يوم واحد إذا إذا ما شعر بمعاناة الناس في الداخل وما, وما وكيف يمضي عليهم اليوم؟ كيف تمضي عليهم الساعة؟ يعني ربما لا لا, لا لا يفكرون لا يفكرون كيف تمضي الساعة على على الجائع، على العاري اللي مش لاقي حتى بطانية دفى فيها. يعني الناس تعرف باعوا حتى اثاث منازلهم يا من استاذ عبد الباسط الان مش لاقي حتى يدفوا في البرد باعوا اثاثهم وضع لا نحسد عليه طبعا انا قرات كان في تعليق لحد زملائنا في طبعا لا اريد ان اذكر اسمه هنا حتى لا يتعرض للضرر لكن يعني اكتشفوا زملاء كثيرين من الصحفيين ان هناك معونات من منظمه دوليه م. تصرف من دعام للصحفيين مؤسسه الثوره نعم. من مؤسسه الثوره وهناك يعني استلامات ألف وبصمات ألف يعني سلة غذائية يعني تصرف شهريا باسم مؤسسة الثورة حتى اوجاع اليمنيين اصبحت يعني مصدر للثراء والكسب غير المشروع لدى ميليشيا الحوثي، يعني انت تعرف الان تقريبا خلال ثلاث سنوات او اربع سنوات اكثر من من من, من سبعة مليار دولار تقريبا حجم الـ الـ الاغاثة التي قدمت عبر الامم المتحدة وسلمت بشكل مباشر للحوثي وللاسف طبعا واقولها من, من هنا انه حتى الامم المتحدة تستخدم الملف الإنساني للابتزاز ابتزاز الشرعية وابتزاز التحالف أيضا تحاول أن تضخم مسألة الملف الإنساني لتحقيق مكاسب يعني تحافظ إلى إنجاز التعبير على بقاء الحوثي لكن أيضا في النقطة الأخرى التي تكلمت حولها في مسألة الحوثي طبعا الحوثي الآن لو تلاحظ هو يريد أن يبحث عن انتصارات وهمية كان الحديث قبل الأسبوع الماضي عن انتصارات في صرواح وأنهم أخذوا 90% من مارب وأن مارب سقطت بيد الحوثيين ويعني اتضح مؤخرا أن الأمر يعني تب في ما في في صرواح تم استعادتها والتقدم وإسقاط كل الكتيبة أو السرية أو الجيش اللي كان مكلف بما فيهم المراسل 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 الحربي اللي كان يعمل في في قناة المسيرة يعني الحوثي فعلا مهزوم ومهزوم تلاحظ الهزام في انه يبحث عن انتصارات وهميه سواء في مواقع التواصل الاجتماعي او حتى في الميدان. لكن اجمالا الحوثي الان في في مرحله ضعف يعني يدرك انه استنفذ كل الحيل التي كانت لديه والان الضغط في في كما قلت في بداية البرنامج فيه في اللواء تقريبا الثالث أو لا أدري المسمى اللي تقدم إلى منطقة جماعة في صعدة تقريبا تقدم اليوم حوالي ثلاثين كيلو متر وهناك ايضا يعني التقدم امس او قبل امس في القبيطه وشاهدنا يعني عبر الشاشات حجم الخسائر والجثث التي نق تم نقلها من القبيطه الى الى تقريبا الى مدينه اب واطراف مدينه تعز. في, في مارب و في في شروح قتل القائد الميداني نعم. للميليشيا نعم. ذو ذنون والقائد الثاني اسمه حجر نعم. وهناك ثمانيه ايضا من القيادات صرعوا في نعم. هذه المواجهات نعم. نعم. أيضا وفي ضغط أيضا الآن في نهم في ضغط في صعدة في ضغط في ميدي طبعا في ميدي وحرض وأنا زرتها طبعا أكثر من مرة يعني حجم المسافات التي يتم تحريرها عشرات الكيلومترات يعني الآن مؤخرا أصبحوا أصبحت الأصبح المنطقة الخامسة متوقلة في مستبا وأيضا اللواء الخاص بقيادة محمد العقيد محمد الحجوري ايضا سيلتحم الان بالمنطقه العسكريه الخامسه ويتم عزل حرض والدخول الى مستوى تقريبا والتحرك باتجاه عبس واللحيه يعني الان الامور مبشره جدا والحوثي في مرحله يعني انهزام كامل ولكن يعني يبدو ان كما قال يعني احد المفكرين يعني الحوثي او الحوثي الذي جاء بالسلاح لا يمكن ان ان يخرج الا اذا كسر بالسلاح الذي جاء هو جاء محمول على عربه الديناميت وبالتالي لابد ان تنفجر فيه عربه الديناميت حتى نتخلص منه. صحيح وصناعته الالغام في الاخير نعم سينتهي بلغم. نعم. آه يعني اذا ما تحدثنا استاذ عبد الباسط عن آه المشاورات السويد احد الزملاء الحاضرين قال انه لم يحملوا قضيه وطن لكن حملوا فقط قضيتهم ويفاوضون على مستقبلهم في التسويه السياسيه وكم سيحصلون من الكعكه. طبعا احنا تابعنا مشاورات السويد وكان المعلن في مشاورات السويد انها تركزت على النقاط اجراءات بناء الثقه فقط، م. يعني المسار السياسي لم يدخل، طبعا حاول وفد الحوثي بكل السبل ان يدخل الملف السياسي وطبعا الملف السياسي الذي نفهمه جميعا عندما يتحدث الحوثي عن الملف السياسي يتحدث عن الملف السياسي بالمقلوب لانه حتى الملف السياسي الذي تم سواء في جنيف واحد وجنيف اثنين وفي مشاورات الكويت كان الملف السياسي يتحدث عن الملف الامني قبل قبل الملف السياسي، الحوثي لا يريد أن يبدأ أن تكون الملف السياسي والاجراءات الأمنية يعني كتلة واحدة يعني يبدأ الحديث عن لأنه لا يريد أن يسلم أي سلاح لا يريد أن وأي سلام مع السلاح لا لا يمكن أن يكون أي سلام هو يريد أن يعني يشارك في رأس السلطة وفي هرم السلطة ويظل يحتفظ بإيش؟ بسلاحه بالسلاح الثقيل طبعا وهذا لا يمكن طبعا كان حريص في مشاورة السويد أن يحضر الملف السياسي في مشاورة السويد، لكن كان وفد الحكومة منتبه لهذه النقطة، وتم يعني الضغط على الالتزام بما تم الاتفاق عليه بأن تكون مشاورة السويد هي محصورة في إجراءات بناء الثقة، على فكرة يعني حتى في في اتفاق السويد أو أثناء مشاورة السويد طُرح ملف تعز طبعاً، لكن كان الحوثي دائماً عندما يُطرح أي ملف كان يطرحه فقط للإبتزاز ليس إلا يعني طُرح ملف تعز وكان الحوثي يعني يعني يقترح وجود دور اشرافي للامم المتحده طبعا قال الوفد المشاور وفد الحكومه طرح انه الان الذي يمنع مساله العبور في تعز الحوثي لا يوجد يعني اي احتياج لدور للامم المتحده وانما الحوثي يفتح الطرق للناس ليمروا وانتهى الموضوع لكن هو دائما يريد ان يقدم القضايا للابتزاز وايضا للكسب فقط ليس الا وليس ايضا مساله انسانيه بحته، مم. حتى ملف المختطفين على فكره يعني انا طبعا رغم ان ملف المختطفين كان اكثر الملفات آه نستطيع نقول يعني يحظى باجماع كل الاطراف او عليه شبه اجماع، لكن الحوثي انا من خلال قراءتي لتاريخ الحوثي في الاتفاقات وفي كافه الملفات حتى ملف المختطفين هو طرح تقريبا 7400 الرقم اللي طرحه الحوثي، طبعا سنكتشف لاحقا انه كثير من هؤلاء هم قتلى في الجبهات تحللت جثثهم. الحوثي سيضعهم في مقدمه المطلوبين تسليمهم له، لماذا؟ ليفشل هذا الملف لان لانه هذا هو تاريخ الحوثي يعني في لا في كافة التفاقات. بالمقابل هو هو يريد استعاده بعض المقاتلين بعد ان هذه طبعا دا. مساله مهمه بالفعل، هو طبعا الحوثي ايضا عليه ضغوط من من اسر الاسرى يعني رغم ان الحكومه قبلت ان تفاوض الحوثي في هذا الملف وتسلم له اسير حرب يعني من الجبهه مقابل اسير مدني صحفي ولا دكتور ولا ناشط ولا ممرض يعني خطفوا من منازلهم، لكن اجمالا الحكومه تدرك يعني لديها مسؤوليه تجاه آه هذا الملف رغم ان الكثير يعني حاول ان يقول انه قبول الحكومه بتسليم مدنيين مقابل اسرى حرب يعني آه يعني آه يعني خلل في 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 دور الحكومه وفي ايضا واجباتها، لكن لا بالعكس يعني الحكومه في الاخير حتى الاسير الحوثي هو مواطن يمني مقرر به، يعني يهم الحكومه اليمنيه مثل ما يهمها الاسير الذي اخذ من 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 عمله ولا من بيته ولا من الشارع. الحوثي يريد أن يكسب مقاتلين ويريد أيضا طبعا الحوثي إضافة إلى أنه يريد أن يكسب مقاتلين من من جهتين يكسب مقاتلين من خلال من خرجوا من السجون وأيضا عندما يسلم هؤلاء الأسرى لأسرهم سيكسب إخوانهم وأقاربهم لأن الأسر الآن أحجمت عن تقديم مقاتلين الحوثي مقابل إيش؟ أنه يعني يطلق أسراهم لأنها يعني تتهمه بأنه مقصر في ملف الأسرى وبالتالي هو حريص على هذه النقطة لكن إجمالا الحوثي حتى في ملف الاسرى صدقني يعني والايام القادمه ستكشف هذا يعني ستثبت صحه هذا الطرح هو سيضع الجثث التي تم تحللها في المقدمه ليعيق هذا الملف وانما تكلم يعني كان يعني اعلن قبوله بهذا الملف ليوهم اسر الاسراء الذين أنا يعني أنا إلى جوارهم أنا مهتم انه مهتم بهذا الملف ليس الا نعم وفي الاخير حتى لو خرجوهم ساخذهم اعيدهم نعم إلى نعم, نعم نعم لتصفيتهم مجددا يعني نعم طيب آه موضوع الرواتب واحد من اهم الملفات ربما انا شخصيا اعتقد بان هذا الملف هو مقدم على كل الملفات صحيح هذا أعتقد. صحيح. صحيح ما الذي تم شوف انا يعني حتى في التوق في اتفاقات السويد طبعا طرحت هذه المساله وفي لينة الان حتى في عمان تقريبا اجتمعت وكان هذا الملف حاضر بقوه مساله المرتبات لانه ايضا جزء من 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 الحديث حول تسليم ميناء الحديده ان تسلم المرتبات الى البنك المركزي او او تسلم ايرادات ايرادات الميناء او الموانئ الثلاثه الى البنك المركزي في الحديده ومن خلاله يتم تسليم مرتبات السلطه المحليه في الحديده وما زاد يعني يسلم لبقيه موظفي الدوله طبعا ملف المرتبات هو ملف شائك جدا وحساس للغايه ويعني اذا اذا يعني تحقق نجاح في هذا الملف بيحل اشكالات كثيره جدا اشكالات الموظفين وهم يعني اللي فقدوا مصادر دخلهم وضرروا وتضرر من خلال تضررهم طبقه واسعه جدا لكن ايضا يجب ان نعرف في هذه المساله طبعا الحوثي الحوثي كان يضغط على ان يعني يتم نقل اداره البنك المركزي من عدن الى الى عمان ولا زال حتى هذه اللحظه يضغط في هذا الاتجاه وهو ايضا يرفض الان يعني تسليم كافه الموارد موارد الدوله التي تقع تحت قبضه يرفض تسليمها للبنك المركزي الذي يتبع الحكومه الشرعيه ويتصرف بها وهي ايضا بالمليارات مثل ما هو حاصل مع الاتصالات والجمارك والضرائب ولا ننسى انه يعني الحوثي حتى هذه اللحظه يعني تحت سلطته اكثر من يعني ال 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 الكتلة السكانية الأكبر التي تدفع الضريبة وتدفع الجمارك تعرف أستاذ عبد الباسط كم كم فرض على شركتي سبأفون و ام تي ان أنا أسبوعيا 850 مليون ريال أسبوعيا نعم بالإضافة إلى لعلك تتذكر التصريح لل ال 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 الوزير الاتصالات جليدان المعين من قبل الحوثي يعني كان بلغت ايرادات الاتصالات تقريبا 100 مليار عام 2016 تقريبا يعني وهي يعني بالاضافه الى يعني يعني سلمت سلمت 14 مليار في في غضون شهرين نعم اقل من شهرين نعم ومع ذلك هذه كلها تذهب كما تعرف أنت لتمويل العمليات الحربيه ضد اليمنيين وايضا للثراء غير المشروع الذي يتمثل في اقامه مشاريع لجماعه الحوثي في اكثر من بلد عربي باسماء وهميه وايضا للثراء داخل للا للا يعني اين أل أل تذهب هذه الاموال ما صحه تهريبها الى الخارج أه تحدث عن 4 مليار و750 مليون دولار تم نهبها من الخزينة العامة ومن ودائع البنوك الأخرى البنوك القطاعية والبنوك الأهلية لدى البنك المركزي وأيضا أموال مودعين يعني طبعا الحوثي يعمل لما بعد مرحلة دخول صنعاء طبعا يدرك الحوثي أنه حالة طارئة وأن دخول صنعاء بالسلم أو الحرب هو أمر يعني قائم يعني لا محاله منه وبالتالي هو يعمل لما بعد بعد دخول صنعاء ولما بعد يعني لما بعد يعني خروجه من السلطه ولذلك هو يحرص على تكديس الاموال سواء في الداخل من خلال شراء العقارات والاراضي بشكل عام والتركيز على هذه المساله وايضا نقلها للخارج للاستثمار وهو في ذلك في هذه المساله يعني يحذو حذو حزب الله طبعا الان حزب الله لديه استثمارات في البرازيل في امريكا اللاتينيه في اكثر من بلد ليس هذا وحسب ايضا لديه استثمارات في المخدرات والحوثي طبعا يتاجر في هذه المساله ولعلك يعني ولعل المشاهد الكريم يعني يتابع الاخبار التي يتم ضبط اكثر من اكثر من شحنه بشكل اسبوعي يعني في مارب وفي اكثر من منطقه يمنيه وهي تجاره يعني يقوم بها الحوثي في مناطق سلطته وهذا الثراء غير المشروع هو لما بعد خروجه من السلطه يعني هو يركز على المساله الاقتصاديه لانه يدرك دائما انه هو يحاول ان يغير الخريطه الاقتصاديه داخل المناطق سيطرته يعني ينشئ رؤوس اموال جديده ايضا ملف النفط طبعا وهو ملف اسود وسوق السوداء ان الحوثي حول هذه الملايين اليمنيه الى مصدر للثراء غير المشروع من خلال يعني سرقة جيوبهم من خلال بيعهم النفط الرديء على فكرة يعني النفط الذي يباع في السوق اليمنية أو في السوق في السوق التي يسيطر عليه الحوثي هو أردأ أنواع النفط في العالم نفط مغشوش يتم شراءه بأبخس الأثمان ويباع بأسعار مضاعفة مضاعفة تصل أحيانا إلى مئة ضعف طبعا وهذا يعني يكدس ثروات هائله نشات نشات الان يعني اموال طفيليه اموال يعني ثراء غير مشروع مراكز قوه جديده ومع ذلك الخطوره هنا طبعا يعني هنا تكمن الخطوره في هذه المساله وبالتالي يجب ان يتم التنبه لهذه المساله يعني يجب ان على الشرعيه ان تتنبه لهذه المساله وان ترصد هذه المسائل لاستعادة هذه الثروة وهي حق من حق الشعب اليمني لأنها ثروة غير مشروعة وأيضا من قوت ومن عرق ومن يعني من الام واوجاع اليمنيين صحيح نعم. ورغم كل هذا السرق وكل هذا الهبر الذي يهبرونه لا يتورعون حتى عن اكل اموال الايتام والارامل صحيح استاذ عبد الباسط تداولت مواقع التواصل الاجتماعي هذا المقطع الذي يظهر فيه احد قيادات الميليشيا الحوثيه بكل وقاحه وهو يبسط على ارضيه خاصة بنساء في منطقة بني مطر محافظة صنعاء ويتحدث بكل هذا القبح وبكل هذه الوقاحة والتحدي نتابع هذا المقطع ومن ثم نعود للنقاش

وانه بامكانهم ان يفعلوا كل شيء دون ان يعترض عليهم احد. طبعا طبعا كان البعض حين يقرا تاريخ الائمه يعتقد ان هناك مبالغه لكن الحوثي بالفعل اثبت ان كل ما كتب في هذا السياق هو حقائق لا تقبل الشك ولا تقبل التاويل، يعني عندما نقرا مثلا تاريخ عبد الله بن حمزه مساله المطرفيه يعني مسألة قتل ألف من المطرفيه قتل يعني اباد قبائل عن بكره ابيها صحيح. ليس هذا وحسب يعني حتى يعني تاريخ الائمه الحديث يعني الامام يحيى والامام احمد وكيف يعني كانوا يسطون على على على, على عرق الناس وعلى جهدهم كان البعض ايضا لا يصدق هذه المساله لكن الحوثي نستطيع ان نقول انه خدمنا في هذه النقطه وقطع مشوار طويل يعني كنا بحاجه الى ايضا ممكن يعني عشرات السنين لتعريف الناس بخطورة هذا المشروع لكن الآن نشاهده يعني عيانا حقيقة لا تقبل الشك ولا التأويل طبعا كنا في كنت في ندوة في 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 بيروت قبل تقريبا نحو شهر وكانت حول الانتهاكات طبعا أنا تحدثت عن انتهاكات الميليشيات بحق الصحفيين وكان في واحد تقريبا محسوب على حزب الله علق على أنه قال يعني هل الانتهاكات محصورة فقط يعني من قبل الحوثي لا يوجد أي طرف آخر يعني ينتهك حقوق الصحفيين طبعا أنا رفعت يدي للمقاطعة قلت لا أنا اعتذر طبعا أنا تكلمت عن انتهاكات والانتهاكات هي أمر طبيعي تقوم بها السلطات العادية لكن الحوثي لا يرتكب انتهاكات حاشة يعني الحوثي يرتكب جرائم حرب وجرائم إبادة بحق اليمنيين لأن الانتهاكات مسألة إيقاف صحفي، مسألة تعرض صحفي للمساءلة هذا أمر طبيعي. الحوثي يعني يرتكب جرائم حرب وإبادة بحق اليمنيين، لأن الحوثي يتعامل مع اليمنيين باعتبارهم أبناء الأرض وهو ابن السماء. وبالتالي يريد من عيال الأرض أن يدينوا بالولاء لإبن السماء. وفي حالة ألا لا يدينوا بالولاء لابن السماء يصبحوا مذنبين ووجب في هذه الحالة إنزال أشد العقوبة بهم وكل أنواع العقوبة متاحة أمامه وهو يتقرب بالعقوبة إلى الله سبحانه وتعالى بمعاقبة جميع اليمنيين وبالتالي شوف هذه الأرض هي أرض أرض الله الذي هو ابنه وليست ارض هذه حاشا حاشا لله ايوه هو يعني حاشا لله ان يكون له ابن، لكن هذا هو سلوك الحوثي، يعني يتعامل بهذه الطريقه، هذه الارض هي ملك له، وكل ارض اليمنيين هي ملك له، هذه النفسيه وهذه العقليه يعني هل نحن امام حاله ثار سياسي تتكرر كل حقبه يعني يحاول فيها الائمه مجددا النيل من اليمنيين؟ للاسف الشديد نحن امام هذه الحاله، حاله شيفوزينيه يعني ايش اقول لك يعني حاله نازيه حاله يعني لا لا شبيه لها يعني ما كما قلت لك يعني التاريخ الذي كنا نقراه وكان البعض يعتقد انه مبالغ فيه اصبح الان يعني اصبحنا الان نراها امام اعيننا وهي مرحله انتقام يعني حتى شوف يعني تاريخ الثوره اليمنيه من سبتمبر الى الان خمسين سنه وهم يضمرون الشر لليمنيين يعني يتحينون الفرصة للفتك بكل اليمنيين وأيضا للتفريق القل والحقد والحسد الذي في النفوس على على جيلنا يعني للأسف الآن احنا الجيل الذي جئنا في هذه اللحظة جيل غير محظوظ يعني أنه تحملنا كل الاحقاد اللي كان يعني يخبيها ها تخبيها هذه الفئه الفئه خرجت على هذا الجيل لكن ايضا ان شاء الله يكون لنا شرف القضاء على على هذه الفئه الباغيه الى غير رجعه باذن الله وهذه المره الاخيره في تاريخ اليمنيين التي تتكرر فيها هذه الماساه باذن الله نشهد هذا الحدث سويا من داخل اليمن وكيل وزارة الاعلام الاستاذ عبد الباسط القاعدي اشكرك جزيل الشكر صديقنا وزميلنا العزيز على كل هذه الايضاحات الضافيه التي قدمتها في حلقه اليوم. اشكرك وانا سعيد جدا بوجودي في استوديو اليمن اليوم وسعيد باننا يعني نكون يعني في صف الجمهور ضد هذه الميليشيات الانقلابيه التي ان شاء الله باذن الله الى زوال قريبا. باذن الله. باذن الله. شكرا جزيلا لك. اعود اليكم مشاهدينا الكرام ما في ما تبقى من الوقت نحاول انه ناخذ بعض الاتصالات السريعه في تعليق على حلقه اليوم. فاصل ونبدأ بالنقاش. <applause> أهلا بكم مشاهدينا الكرام. آه، اليوم في ما ما في الكليات العسكرية آه، تسجيل يدوي كان قبل كان كان في ضغوط وكان التسجيل الكتروني عبر موقع كان هناك شفافيه كانت الاسماء تظهر اليوم لا توجد اي معنى انهم حاولوا يدفعوا بدفعه كامله من عينه نسميها دفعه ابو ابو ايش؟ سموها ما شئتم يعني من العينه من العينة التي تتبع لهذه القطع طيب نبدأ مع أول المتصلين أبو سالم من مارب السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مساء العزة والكرامة مساء الحرية والانتصارات كيف حالك عبد الولي سلام الله حالك أسعد الله مساء قناة اليوم اليوم الحرة قناة الأحرار جاك بالخير وعافية ابدا من مجلس الخوف لمجلس الأمن م. هو الحوثي مخططين ان يسلموا الحمايه الدوليه لحق حق البحر اليمني مم. وبعدين هم عارفين الحوثي هو مجلس الامن انه ال... اليمنيين يتقاتلوا في المحافظات الثانيه تمام؟ واحنا نحمي ال... المياه البحريه حق الدول العالميه اهم شيء مصالحنا وعبد الشعب اليمني يبقى في المحافظات الثانيه يعني ينتحروا تمام؟ هذه واحده ونشكر ضيفك الليله المثقف هذا على... الصديق العزيز, العزيز عبد الباسط القاعدي وكل وزاره الاعلام. وجهنا التحيه ولكل العقليات المنفتحه ولكل الاحرار الذين يناظرون من اجل استعاده اليمن من ايدي الميليشيات. ايوه يا طويل العمر واول نعم. وثاني شيء نحمد الله ونشكره على ان الله اعمى هذا الحوثي واستمر في غيه من يوم صنعاء تمام؟ لو كان الله يعني هداه كذا وكسب الشعبيه مع المؤتمر ومع غيره كان هاليوم كان هاليوم وكان ليس ليست يعني الموضوع لا يخصهم هم ينفذون فقط هي, هي تاتيهم هم على نياتهم هم باغيه من ايران عماهم رب العالمين فقاموا بالاساليب الحمقى والاساليب ولا لو كان ما عندنا سيطروا وغلط المؤتمر مثلا وتحالف معهم كان مسكوا الشعب صح وصلحوا حاله المواطن لكن الله يطلع في القلوب قلوبهم لئيمه وخبيثه على البلاد ومعهم حقد على اليمن تاريخي الى الابد لن تقوم الساعه تمام؟ شكرا ف... يعني لو سمحت لو طولت عليك احب انا اعلق على الله اللي اتصل على خالد الانسي نقول لهم نقول لهم هذا الاخوان هذا الاخوان يعلم الله لو هذا الحوثي ربي زي ما قلت لك هداه يمكن ان أكثر الشعب معه لكن ربي اعمى تمام؟ في ال... في الحقاديات ال... والكلام اللي... يا اخي ما عندنا مشكله يوقفوا ضد الشيعه ضد المجوس وبعدين يريدوا المؤتمر لا يخلوا واحد ما عندنا مشكله الاخوان الله يوفقهم ويسامحهم احنا اخوان ونحن هي سياسه بسيطه وكراسي بسيطه يعني لا صحيح صح وبعض الاشخاص هم لا يعبرون عن ابدا رجال ومثقفين وناس لا يعبرون عن الصلاح ولا يعبرون من, 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 من الجميع انه انه يثوبوا الى رشدهم يكفي ما جرى البلد ضاعت بسبب الخلاف بين المؤتمر والاصلاح إن, ان كانوا يفهمون ان كانوا يعقلون أتمنى انه نقول كفى للمراهنات كفى للمغامرات بمستقبل هذا البلد عودوا الى رشدكم افهموا ما الذي يدور حولكم اشكرك ابو سالم ناخذ تحيه الو مرحبا عبد الولي لا وسهلا مساك الله بالخير مس النور والعافيه معك ابو أمه من زمان ابو امام يا اخي عرفهم التاريخ، عرفهم التاريخ انه بيقول مثل امريكا عن امريكا وين اسرائيل؟ امم يعني عندما باع الحديد لامريكا واسرائيل، هذا خاين هذا بيع لا حوار مع احنا لو شي شرف دون الله راجع يا ترفد يا احكم سوا ولا رحلك عن يعني أنا شفت الشعارات هذا اللي وصلتنا يا ابو امام عين السلاح شفت عين ال... السلاح الدوله عين عنار اليمن احنا بنعين كيفي وما نشتي من يقودنا لو ما يعني الان الان صرفوا معاش للوا 314 خدعوهم قالوا معكم لجنه وخدعوهم بيقولوا لو ما يحضروا اليوم لا يغيروا بدلهم ابسروا حل يا اخي للجيش يا مؤتمر قوموا البلاد مضعفره لموا شملها والله انجد والله انجد قفلت الشعب قدوا قدوا شي كله بغرت يا عبد الولي والله نحن ظالمين على البلاد ستفرج بامر الله ستفرج ستفرج الصبر عبد الله اسمعك آه والله لو قد بغرت احنا بنعاند يا خدع الناس بالحديده ويقول لك المثل م. امريكا اين امريكا عن الكذب حقهم يعني شفت الشعارات هذه شفت الشعارات اللي اللي معلقه واللي اللي ملصقه في كل مكان كل ما تشوفوها بس طلعوا بياع اراضي ردوا عليهم عشان تعرفونها. انها رموز طلعوا اليوم بيع اراضي طلعوا اليوم نهبوا الناس اكلوا ثروات البلاد ضحكوا على عقول الناس بدجلهم بكذبهم اتخلن قدوا في طرفه طيب شكرا لك يا, يا ابو امام على الشدادي مارب حياك الله السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته كيف الحال يا اخي الله يسلمك كيف ضيفك الضيفي الله يفتح عليه يمشي كل ما شاء الله يفتح عليك وياه ان شاء الله وياكم يا رب يا اخي بالنسبه لمارب انا من ابناء مارب نعم مارب متكاتفه ولا بيخلوا الحوثي لا يجيها سعيد عليه تمام رجال صدقوا بما عاهدوا الله عليه نتمنى ان يكون الجميع عند العهد للوطن والوفاء و... ب... ان شاء الله ان... ان ان احنا يا اهل مارب الى جنب الجمهورية ليش جنب الحوثي وتكون أهل مارب أهل للناس أهل كلهم أهل مارب هي 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 اصل اليمن لا يذكر اليمن الا تذكر مارب تكون بلد للناس كلهم انا انا مؤتمر يا اخي اسمعني انا انا مؤتمر ومع الزعيم علي عبد الله صالح رحمه الله تغشى رحمه الله عليه وعلى عارف الجوكة ومن مد ايده تقطع مع الحوثي وانا ادعو القيادات المؤتمريه انت 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 كب الحوثي هذا دا فيه خير يا بالله عليك وين وين فكرهم وين عقلهم قفا ما قتل زعيم وامين والله ما عاد فيهم دره والله لا يدي لي ملايين الدنيا كلها اني لا اجلس واقابله ذابح وغادر وخاين لا, لا امان ولا سلام حتى الاطفال اليتمى اللي كان في عهد الزعيم ثاني لهم يمشوهم الى جبهات القتال يعني سلام من ده لا سلام عليه ولا يسلم هذا هذا نبذه إيرانية من حزب الله متطرفة لا همها إلا يحفظوا ركبك لا بعيد عليه احنا احرار سمع واطلب من كل قيادي عاد فيه ذره ان ينزل الشرعيه تستقبله ما عاد شيء ورا الزعيم ولا الامين من هذا المكان انا اقول لك بالله اليوم من نتعشى بخوك قدابك عندنا مثل وانا اشكر قيادة الشرعيه وطارق عباش أشكره البطل الذي روانا فيهم وان شاء الله ان احنا لن نعفيهم ولا نتصالح معهم في دم الزعيم الامين انا اعهدك بالله نحن احنا لا نتسامح معهم او الله يعني سووا فينا جرح وغدرونا ولن نتجاهل معهم يا علي عبد الله لن يروح هذا و انا عاهدك بالله لن يروح ولن نصير الصلح لا في امريكا مع بريطانيا مع تلابيب ما اتصالحنا معهم لا احد يكذبنا نعم شكرا وياهم لن نتصالح وعاهدك بالله لن نتصالح وان احنا عارفين كل واحد الى بيته واحنا أهل يمنيين واشكرك يا عبد انا اشكرك جزيل الشكر يا علي تحيه لك تحيه لكل اهلنا في مارب وانتم نعول كثيرا على 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 ما تقومون به من دفاع عن الجمهوريه نظام الجمهوري بالاصح ابو عبد الله تفضل من السعوديه السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته عبد الولي منور اهلا وسهلا زادك الله نور اولا يا عبد الهني قرار مجلس الامن الدولي على الحوثي ان ينسحب من صنعاء يسلم العاصمه صنعاء ويسلم مؤسسات الدوله سهل انسحب اول نبدا بالحديده وبعدها سهل الان انا هذا قرار مجلس الامن الدولي ان ينسحب الحوثي من صنعاء ويسلم أساسات الدوله لماذا رجع يسلم يخرج من الحديده كيف المفاوضه هذه بالحديده على من يلعبوا قياده الشرعيه هذه والدوله يعني العقار مجلس الامن الدولي ان الحوثي يخرج من صنعاء ويسلم اساسات الدوله ما جاش يتفاوض على الحديده. فاق السويد. طارق الان من يوم وش الجيش الصح اخي افتح الان جبهتنا افتح جبهه صعده افتح ادخلوا بقوه اذا مفاوضات على جبهه الحديده اين الجيش هذا اللي انتم جيش وطني يا اخي؟ هذه قياده الشرعيه المؤتمر الشعبي العام بعده من محادثه السويد والان المؤتمر الشعبي العام يعتبروه. من تجاوز خط احمر يا عبد الولي والان المؤتمر الشعبي العربي فاوضوا من تحت راس الحديده هذا هو جي جيش يقولوا جيش صالح هذا هو جيش الشعب اليمني الان رجعوا يتفاوضوا على الحديده ايش من كلام مع عبد الرب مع دولته ومع الحكومه حق يا اخي رجعوا الان نفس اللي قرار مجلس الامن الدولي يا اخي افتح الجبهات هذا الجيش الصح رجعت يتفاوضوا على الحديده يا على عبد ربه منصور هذه يوقع قف يا عبد الولي ويحرر كل الجبهات الان طارق عطش داخل الحديده وواجه داخل الحديده وضحوا وهو يرجعوا يفاضوا بدماء الناس يا اخي طاهر مين على الحديده مهما كانت الازمان وجاء يقول لي الموت لامريكا والموت لاسرائيل وهو دي يهودي يسلم لي مين على الحديده ايش هذا من كلام الحوثي على مين على من يغسل الرجال أمو مجلس النواب بعد يعني عبد الله قدم مبادره ابو عبد كلامك كلامك جميل ورسالتك واضحه جدا وأخذ اسمح لي اخذ اتصال اخر، وطيب فرصة اليوم الوقت قصير معنا. الو مرحبا. السلام عليكم. السلام الله وبركاته. معك ابو طلعت. ابو طلحة. ابو طلعت. ابو طلعت. نعم حياك. حياك يا ابو طلعت. اقول يا سيدي ان الشعب اليمني منتظر، ولكن الانتظار لن ينتهي. الجيش الذي هو بالحديدة الان. في المطار او في الميناء او في كذا حولوا من مدني لابس المدنيه والعسكري حق المنشاوي عمله هو النظامي ورجعنا بين المخادعه حق سجاح وحق مسلم المتكذب نعم no. اصبحت والله واقع وقبل ساعتين والمدفعيه لا زالت تضرب في الحديده من جميع الانواع على الاسلحه وهذه هدنه لتصفيه كل الكوادر الصحيحه داخل الشعب اليمني يعني ابو طلعت انت تحدثني لي من, من اين؟ وضحية. والله الجيش الوطني عمله مدني والمدني والمنشاوي عمله عسكري جنب المبعوث الكلاب اللي ابو طلعت انت انت لي الان من اين؟ من السعوديه ولا من فين؟ انا احدثك من اليمن انا <applause> من اليمن انا احدثك عن موقع البلاد حياك يا ابو طلعت طيب صلح الاسم تحب تذكر المحافظه ولا نقليها عام؟ أنا تذكر المحافظة ما تذكر أنا أكلمك عن الحديدة العسكر النظامي عمله مدني والمدني والمدني جيش منشاوي عمله هو النظامي م. هذا هو الموجود في الحديدة في الحديدة في الميناء في المطار في القوى البحرية في الدفاع الساحلي في المركزي في الشرطة العسكرية في الشرطة في البنوك م. في جميع الادارات داخل الحديده هذا هو الحاصل تقطع الرقبه حقي او ينتزع للثاني هذا هو الحق لعنه الله على الكاذب. حيك يا ابو طلال. هذا هو الواقع. شكرا. شكرا جزيلا لك. آه شوفوا الوفد حق الحوثيين اللي خرج من المفاوضات السويد لما شافوا انه الامور كبرت عليهم وانه الاتفاق هذا يتناقض مع كل الخرطه اللي بيقولوه والشعارات اللي بيلصقوها كل يوم رجعوا يقولوا له انه لا الاتفاق لا ينص على تسليم الكذا انت طيب ليش جاي تسلم الامم المتحده ليش يعني؟ مش انت عشان تنسحب وعلشان تسلم البلد كلها مش بس لا ربنا فضحهم يعني هم ما عندهمش مش اي مشكله انه يسلموا البلد لاي دوله لاي جهه لامريكا لاسرائيل ما عندهم اي مشكله اهم حاجه انه يبقى لهم مصدر دخل ويسلم الى يدهم والشعب يموت جوع هذه اهم نقطه طيب لك ناخذ اتصال اخير اتصال اخير الو ان كان جاهز الو السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته كيف حالك استاذ عبد الله الله يسلمك اخي العزيز تفضل اشكرك على هذا البرنامج طيب اتعرف عليك بس معك عبد الله بن علي الهدية عبد الله عبد الله منين؟ من مصر من مصر والجاهل من مصر اهلا وسهلا عبد الله تفضل انت على الهواء اشكرك على هذا البرنامج الرائع ولك الشكر والتقدير حبيبي نعم نقول ما مارب ما خط احمر على كل من يحاول ان يدخلها او نحاول بمن يزعزع الامن فيها نعم ونقول الحوثي ما عليه الا ان يقدم فخ فانه باذن الله تعالى رايح ومنتهي خلال الايام او الاشهر الجايه ان شاء الله باذن الله, بأذن الله. واشكر الله كل من قام مع طارق امم صالح اخوها في قيادات الجبهات في جميع الجبهات اليمنيه ونصرهم الله وايدهم وان شاء الله من اليمن قادم على خير باذن الله بإذن الله شكرا لك عبد الله مسك الختام شكرا موصول لكم ايضا مشاهدينا الكرام على حسن الاصغاء والمتابعه القاكم الاسبوع القادم الى اللقاء